العالم تعبت. اليوم الدولار اليوم الدولار 150 يعني العاد شلون تصير الاسعار؟ هي كلها تصعد. هسه الزاهي بطل ب 3 وربع. شلون عايش الفقره بهالوضع العاد؟ هاي شوف الفقره هي الفقره. يعني اذا سمش ب 10 والطماطم 2000 والله قلت البارحه سمك ب 9000 ما تسوى، يعني اخذت العيال كغدا بس ومن غير الخبز ومن غير كذا، هاي كغدا تقريبا 13000. زين ما عنده شلون؟ هسه انا عندي راتب يعني نعمه، بس ما عند العماله ما ادري شنو. طبعا انا تعال اسال السؤال، وانا ابن عمي سال السؤال انه قلت اغنيائنا يشعرون الفقراء؟ لا ماكو هذا الشيء. ليش هذا؟ يعني هاي مو قضيه اوصى بها الرسول والامام علي وكل هاي اوصى بها الرسول والامام علي قبل. هسه اتباعهم هسه كحدث ماكو هذا، هذا حكي اتباعهم بس ما بدنا نطبق شيء. هساني اخوي اعطي مره مرتين ثاني مره ما اعطي كودن. الغني يفكر بالفقير مسلم. انا هذا عنده اخويا سوديك بيته حواسب تعبان ايده مقطومه. ليش اطبيه حد صار عنده يعني رحنا للرعايه لحد الان درنا نطلع راتب ما صار لنا 6 شهور الله يعين الناس والله يعني مشكله هي.